تحقيقات أهم وأبرز المواضيع تستحق المتابعة. أهم وأبرز المواضيع للمتابعة كل نهار ثلاثة مدي ساعتين متاع العشية على الحياة FM. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تحقيقات اللي يفتح معاكم للنقاش والمعالجة عديد المشاغل الصحية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية وكل ما يخص السياسات الصحية، ونحاولوا نسلطوا الضوء ونقدموا الحلول مشاكل والإشكاليات. هذه موضوع حلقتنا اليوم مرتبط بوضع صحي استثنائي هو الأكسجين في ظل جائحة كوفيد 19. أيضا نناقش محور مهم ياسر هو آلية استرجاع المصاريف والتكفل بمرضى الكوفيد. هذاك علاش يحضروا معنا ضيفينا اليوم السيد محمد رويس المدير الجهوي للصحة بالقيروان للحديث عن ملف الأكسجين والجهود المقدمة في عملية الإنعاش وإسعاف المرضى. أيضا يحضر معنا السيد عادل الجدلي مدير المركز الجهوي للتأمين على المرض بالقيروان للحديث على موضوع تطرح برشا هو مسألة التغطية الصحية لمرضى الكوفيد، وأيضا حديث على ديون المستشفى ومستحقات المستشفى لدى الكنام. يرافقني في الحلقة محمد قدح في الديجيتال وأمل البارز في الإخراج التقني. نسمعوا الفيديو هذا موضوع حلقتنا وبعد نرجع مع ضيوفنا. راك تشوف إنسان قدامك ما تلقاش سورس نتاع أكسجين، ما تلقاش إني باش نجيب أكسجين. بالرسمي في بلادنا تو ناقصين برشا أكسجين. نحن كنا في سبيطار حفوص، بعد حاولنا القروان حكم انه الكونتيتي نتاع الاكسجين اللي يخو فيها مش نفس الكونتيتي اللي كان يخو فيها في معنا في سبيطار حفوز، هي نفس الكونتيتي كانت لهنا. نعم، هذه موضوع من المواضيع دكتور محمد رويس مدير جهوي للصحه بالقيروان، تحرصوا برشا بالتنسيق بين الاداره الجهويه للصحه ووزاره الصحه على ضمان تزويد المواطنين بالاكسجين، ويقولوا تحت شعار الحمد لله مازال يتنفس ومازال ثم اكسجين رغم بعض الصعوبات والعدد المحدود في اسره الانعاش واسره الاكسجين في ولايه القيروان اللي يظهر لي دكتور بدات بسرير واحد انعاش واليوم وصلنا لاكثر عدد. بارك الله فيك، شكرا للاستضافة، ان شاء الله مبروك عليكم الاذاعه. احنا الهدف نتاعنا اللي رسمناه منذ فتره، منذ اكتوبر الماضي، وهو كل مواطن يستحق الاكسجين في القيروان لو يتحصل عليه. كل مواطن يستحق الاكسجين يتحصل عليه. كيفاش العمليه هذه مش تكون؟ مش تكون بتفعيل جميع الموارد المتاحه في الجهه. شنو الموارد المتاحة بالجهة؟ عنا مستشفى الجامعي بمشيسار، جوج أقسام مسخرين اللي هما قسم المعدة وقسم الطب العام بطاقة تاع 50 سرير. عنا إضافة لذلك المستشفيات المحلية. المستشفيات المحلية اللي طاقتها ما تنجمش تتجاوز 5 مرضى، لأن المستشفيات المحلية يستعملوا قرارات الأكسجين، ما يستعملوش الخزانات متاع الأكسجين، لهذا الطاقة متاعهم ما تنجمش تكون كبيرة جدا، وما ينجموش زادا يعطيو للمرضى كمية أكسجين كبيرة. سامح دكتور، المستشفيات المحلية الكل وإلا عدد معين؟ المستشفيات المحلية اللي هي قادرة ولا فيها أقسام داخلية نجم نسميهم لك. عندنا مستشفى الوسلاتية انخرط معنا من الأول، عندنا مستشفى حفوز كان أول مستشفى محلي ياخذ المرضى متاع الكوفيد ويعطيهم الأكسجين، مستشفى سيد عمر بوحاج التحق عنده شهر توا قاعد يقدم الخدمات هذية، وثم مستشفى محلي بنصر الله. هذوما الأربع مستشفيات محلية اللي خذوا مرضى كوفيد وعطوهم الأكسجين. أمام توقعنا بالتوقع الخبراء متاعنا والسيد وزير الصحة، السيد وزير الصحة حكى على موجة ثالثة للكوفيد في نوفمبر 2020. حضرتوا لها هذاك علاش جاء المستشفى الميداني اللي هو صحيح اقر في مارس 2020، بقينا الى حدود نهايه سنه 2020 المستشفى الميداني هذا ما تحركش برشا. وانا بالمناسبه هذه نشكر كل من ساهم فيه من قريبنا ومن بعيد. ثم ناس ساهمت مهمش برشا، ثم جمعيات ساهمت بسورتو تقسيمات اللوح الاولانيه
كل الالومنيوم، الولايه ساهمت، وزاره الصحه كان عندها نصيب الاسد، الحمد لله وفقنا اخيرا، والحمد لله جاء دون لو مومون اوبورتان، معناها وقت اللي احنا حشتنا بالاكسجين لقينا المستشفى الميداني كمتنفس، لانه وصلت المرحله كونه في المستشفى الجامعي وصلنا 100%. كان المتنفس نتاعنا هو المستشفى الميداني اللي هو حضر، وفيه طاقه نتاع 40 سرير، صحيح نتوا نستعملوا في 20 سرير فقط لانه مستحقيناش اكثر، اما الله اللي يقدر لو احتاجنا باش نزيدوا نرفعوا اكثر في الاسره، نرفعوا حتى اكثر من 40 سرير نجموا نرفعوا في المستقبل ان شاء الله ما نستحقلوش. بالنسبه لاسره الانعاش، الحقيقه القروان، القروان هو مطلب للاطارات الصحيه منذ القدم، نكون عندنا انعاش طبي في القروان، ما كامل الاسف ما عندناش انعاش طبي في القروان، ظفرت جهود منذ بدايه 2020 الحقيقه، والناس الموجوده ومع وجود زوز طبيبات مختصات في الانعاش الطبي، وبدا بسرير ثم ولا سريرين، اليوم عندنا 5 قاعدين يخدموا، اليوم عندنا 3 راقدين، وزوز عندنا زوز اسره فارغين، وجبنا الالات من عند وزاره الصحه مشكوره، وقاعد دعمنا ب 17 عون اضافي لإضافة 4 اسرات انعاش اللي هما نورمالمون يكونوا فونكسيونيل دي سي غدوه ماكسيموم، وتولي عندنا الانعاش الطبي في القروان 9 اسره، اللي هو يظهر يبدو كونوا بالحق هو كونوا موش كافي جدا، وانما الحقيقه من كي تنطلق من صفر سرير انعاش عام 2020، اليوم نلقى روحنا بتسعة، والنجم نضيفوا 4 اخرين في الغالب ان شاء الله، توا هذا المشروع الجديد اللي حارسين عليه، 4 اخرين للانعاش الطبي في الغالب، لانه في الغالب عندنا الانعاش الجراحي الانستيزيريا موجوده قائمه وفيها السره نتاعها وفيها الشيب سيرفيس نتاعها، اليوم عندنا مشروع جديد لاضافه 4 سرة انعاش طبي في الغالب، وهذا بيخلينا عندنا شويه اريحيه لاخذ المرض. تبقينا بلاي معلومه هذه نجم سقاها توا، راهو الانديكاسيون المريض اللي يمشي للانعاش الطبي راهي الاطباء هما اللي قرروا اكيد، وراهم لانه احنا علاش اني حبيت نقول هالنقطه هذه، لانه لقينا اشكاليات مع المواطنين، وقال اعتداء على القسم تاع الكوفيد نهار العيد في الليل، ووقع تكسير ال تو سي جي النهار الثاني عيد، يوقع معناها تهجم على الاطارات العامله في قسم الكوفيد، وامنا كيفاش ما تهزوهاش الانعاش ويلزمها تو تاخذ سرير انعاش، راهي سرت الانعاش ثم الاطباء يقروا مع بعضهم بين الطبيب المباشر للكوفيد وبين الطبيب المسؤول عن الانعاش، وها هما اللي ياخذوا القرار لشكون يرقد وشكون ما يرقدش، راهو حتى الاداره وحتى الوزاره وحتى السيد الوالي يديك على وحتى السيد الوالي لا يتدخل في هذا المريض يرقد في الانعاش ولا ما يرقدش. سي محمد ناخذ منك كلمه وتصريح قلته لاذاعه الحياه من قبل، انه ما ثماش مريض يستحق اكسجين وما وفرناهولوش، هل يعني الى اي مدى انه بالحق يعني هذا عمليا وعلى ارض الواقع في ظل الطلبات وطلب المتزايد، كيفاش نجموا نطمنوا مواطنين نقولوا اي مواطن يستحق اكسجين راهو باش يلقاه، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح ولكونفيرم مره اخرى. احنا اولا ثم حاجه اخرى نشكر برشا، ثم جمعيات ثم ناس عاونتنا برشا بلي كونسنتراتور دوكسيجين، لي كونسنتراتور دوكسيجين هذوما يعطيو الاكسجين في حدود 5 لترات، وثم برشا ناس يستحق زوز لترتين اكسجين في الدقيقه، 3 لترات اكسجين في الدقيقه، هذوما الحالات الخفيفه والحالات اللي في اخر مرحله البرع وقت اللي يجي مش يبرع، وعندنا توا لي كونسنتراتور موجودين وبرشا، عندنا فوق 30 كونسنتراتور موجودين هما على ذمه المستشفى، وضعوا على ذمه المستشفى ولا واخذين اللي يتصرف فيهم معناها ويوضع في ليزانديكاسيون هو السيد رئيس قسم الامراض الصدريه، هذوما لي كونسنتراتور قاعدين يعاونوا. اثنين ما ثماش مريض يستحق الاكسجين وما رقدناش سواء في مستشفى محلي وفي المستشفى الجامعي، والحمد لله وقت اللي استحقينا يزور الاكسجين لقينا المستشفى الميداني حللنا مشكله ومشكله كبيره جدا. الحمد لله. صار ضغط كبير على الاحتياجات او اقسام الكوفيد،
من قبل المواطنين في ظل ارتفاع الإصابات هذه، وتقولوا أنه هذا يثقل كاهل الصحة، كاهل الإدارة الجهوية للصحة ومستشفى ابن الجزار، نظرا لاحتياجات المريض. قالوا أنه كل مريض كوفيد يحتاج تقريبا ما قيمته 3 ملايين من التجهيزات والتكاليف، هل الرقم هذا صحيح؟ شوف، بالنسبة لل 3 ملايين تحكيوا على انعاش، بالنسبة للأكسجين سامبل أقل، أما ملكن أما حاجة نوضحها بالقدير، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمقاومة جائحة كورونا، قررت وزارة الصحة والحكومة التونسية لتفتح المستشفيات نتاعها بالمجان لمرضى كوفيد. احنا قررت وزارة الصحة والحكومة منذ بداية الجائحة في 2020 واحنا مرضى الكوفيد ناخذوا فيهم مجانا مهما كانت تغطيته الاجتماعية. ما حبيناش كونه المريض اللي ما عندوش تغطية اجتماعية، والمريض اللي ما عندوش كارني، والمريض اللي وضعيته ماهيش وزارة الصحة ارتأت تكون الداوي توسع في إطار كون الصحة حق للجميع. واحنا القرار هذايا تخذاه، وحتى في مناقشة ميزانية المستشفيات اللي صارت في شهر أفريل بالنسبة للمستشفيات تاع 2021، نعرفوا الضيق على السبب هذايا ميزانية المستشفيات، وأنا ما ثم توا حاليا كل المستشفيات قامت بالإحصائيات نتاع المرضى كوفيد اللي أخذتهم، وستقع رمبورسمون نتاع المستشفيات ستقع إن شاء الله لاحقا، والدوسي هذايا مكبين عليه في وزارة الصحة. لهذا هذا أخذ مرضى الكوفيد مجانا هو قرار سيادي احنا ننفذه، وذلك لمجابهة هذه الجائحة، لأنه نعرفه همش نفسر كده. أكثر من 1000 مريض تتلقى الرعاية في أكثر من 1000 مريض بالنسبة للمجزار وحده، أكثر من 1000 مريض لنعاش تقريبا دخلوا حكاية 100 مريض، وهذا قرار تخذاه لأنه نعرفه احنا كونوا الحالات ساعات في البداية تاخذوا 5 لتر دوكسيجين ويملع، وكيف يبقى في داره النجم وقت اللي يجيك افيك اون اتانت بالمونير وقت اللي الواري نتاعو 80-90% ما عادش تعمل حتى شيء. لهذا الدولة التونسية حلت لمواطنيها المؤسسات العمومية حتى تتداوى مجانا، ومش ما يكونش عنده عراقيل نجم يتوجه للمستشفى في اي وقت وما يلقاش عراقيل، وهذا سبب ضغط على المستشفيات، سبب ضغط على الميزانيات صحيح، وانما احنا على كل حال اوني ساتيسفي، رغم الا ثم شوية تشكيات من الخدمات، ثم شوية تشكيات من الوتلوري، ثم شوية تشكيات، مي كمان المواطن التونسي توجه المؤسسات ولقى المؤسسات نتاعو، وهذا بالمناسبة هذه ما يفوتنيش باش نحيي جميع العاملين في قطاع الصحة من ممرضين وأطباء وإداريين والحراس والناس كل، لأنه الحقيقة مو سهل كونوا توا عندهم حكاية عام ونصف ما يخدموا بلا هواده، ومن الناس ما خافتش وما هربتش عوان الصحه، رغم التكلفه والفاتوره كانت باهظه لعوان الصحه، لانه عانى برشا توفى الله يرحمهم الناس اللي ترحم عليهم، ثم برشا مرضوا اي بورتون عندنا اولاد صغار ديجان اللي عملنا لهم كونترا 3 موا على خاطر مالوريزمون ما نجموش نتدبوا كونترا 3 موا، وخدموا في الكوفيد ومرضوا ورجعوا يخدموا ونحياهم هما بصفه خاصه، وثم البعض منهم مازال ما خلص اي بورتون لازمين المواقع نتاعهم قاعدين يقدموا في الخدمات، وان شاء الله الجائحه هذه ما تزيدش تطول اكثر، وان شاء الله يقعد الكابوس نتاعهم. احنا مازلنا بتواصل باش ناخذ منك الكلمه باش نشوفوا اعوان الصحه. والله احنا في حفوز المشكله في الاكسجين، معناها ما نجموش نلبوا رغبات المرضى الكل، مش اي مريض نجم نرقدوه في السبيطار عادي. اللي يستحق اكسجين اكثر معناها نعدوه لهنا القروات. والله يستحق اولى اكسجين من غيره، دون لو سونس اللي باش نحي الاكسجين ديفينيتيفمون على باسيون لي مي ديزون دي باسيون اللي يستحقوا، فما دي زاباري اللي هما سو كون ابل لو بتي فلو سي با ماهمش دي زاباري موجودين على نومبر توتال تاع لي باسيون. كل شيء معناتها ماذا بينا كيف نطلبوا حاجه يعطيونا، فبذل احنا توا ما عندناش غون ستيريل، باهي عندنا قداش من نهار من غير غون ستيريل، تخيل انت معناتها ما فماش، كيفاش نفسر لك غون ستيريل معناتها غوندويت معقمي ما فماش،
يعطيونا البروبر كونتيتي صغيره شكون باش تعطيهم معناها شكون باش يخدم شكون باش يخدم جاتنا نوت معناها من الوزاره الاقتصاد في كميه الاكسجين بالنسبه للاكسجين معدل الاستهلاك اليومي 3000 لتر يوميا ما تراجعش عندنا تو جمعتين نستهلكوا 3000 لتر يوميا الشركه المعنيه بارك الله فيها وبارك الله في السواق نتاع شركه لندغاز والمشرفين على شركه لندغاز وبارك الله في المسؤولين في وزاره الصحه اللي نسقوا ما بينهم وما بينهم وما يخليوش معناها الامور تهبط تحت الخط الاحمر ان شاء الله باذن الله. سمعت انه اطارات طبيه تحطوا في خيار لشكون يعطيوا الاكسجين وتحط حكاوا على صعوبات هما بيدهم في مجابهه المرض بايادي يعني بلاش حتى قفازات واحيانا بلاش وسائل وقايه يقدموا في مجهود في وسط صعوبات وكما قلت يتعرضوا حتى للضغط وعنف. شكرا اولا نحيوهم الشباب هذوما لانه الشباب هذوما هما اللي قاعدين بالحق يقدموا في خدمات المرضى وكلامهم الكل نسمعوه ونحيوه. هذوما ناس بالحق ناس اللي نعتبرهم الخطوط الاماميه هي الخطوط المناضله وهي الخطوط اللي واجهت الوباء هذايا ان الخطوط الاماميه هي اللي قاعده تقوم بالتحاليل. الخطوط الاماميه هي اللي قاعده تداوي في المرضى بقين والخطوط الاماميه هما اللي تعرضوا الاصابات وتعرضوا كما قلت سيادتك استشهد منهم برشا الله يرحمهم قدموا تضحيه. احنا المعركه هذه معركه الصحه وهذا قدرونا كما ثم معارك اخرى متاع ناس اخرى في واجهات اخرى فالمعركه هذه معركه الصحه ونحن قدرونا هذاك واحنا نقوموا المعركه هذه مع الكل من الشباب هذوما المتحمسين ولا بالحق ابداوا روح كبيره برشا مش كلهم صحيح ثم ناس اخرين اعتذرت او حاولت الخروج من الازمه هذه باخف الاضرار وما خدمتش مثلا برشا ناس خدمت بالنسبه للاكسجين ما تنجمش توضع الامكانيات الكل في المستشفيات الكل بنفس الدرجه اثنين الاكسجين وهذايا اني نخمو فيه في المستقبل تبين كون مستشفيات محليه ما يلزمهاش تخدم بقوارير الاكسجين ما يلزمهاش تخدم بقوارير الاكسجين لانه قوارير الاكسجين غير قادره باش تغطي حاجتك في الاكسجين وقت اللي تستحق يلزمك تخدم بخزانات الاكسجين كيما الخزان اللي تحط في المستشفى الميداني كيما الخزان الموجود في المستشفى الغالبه ومستشفى الجزائر هذا وقت للمستشفيات المحلية باش تحضر روح وتعمل الدراسات نتاعها وتعمل خزانات أكسجين لأنه التكلفة متاع الخزان تولي أقل من الدبوسة بعد اثنين أني عندي جبنة وزارة الصحة حلت الديبو نتاعها نهار الأربعاء الناس كل في فري والمديرين العامين غادي والسيد الوزير غادي وقاعد توزيع آلات السيباب آلات السيباب قروان خذيت 91 آلة سيباب هذوما يعطيو الاكسجين 30 لتر يوصلوا 30 لتر بر مينوت الاكسجين في درجات اما الاكسجين العادي يوصلوا حتى ل 15 هذا الموجود في المستشفيات المحليه وجميع المستشفيات ثم بعد جي سي باب تعطي 30 ثم جدي لو بتي فلو اللي حكاو عليها او حاجه باهيه كونوا تسمع كونوا مطلعين ويعرفوا لو بتي فلو تعطي 60 لتر في الدقيقه ما وقت خدمنا الزوبتي فلو اللي عندنا في السبيطار عندنا حوالي 13 نوبتي فلو يخدم نستهلكوا فيه 2200 لتر كل يوم الاكسجين ريزرفوار دوكسجين يجي للسبيطار ان جور سور دو احنا عندنا 10000 لتر الخزان نتاع المستشفى الجامعي ابن الجزار يعرف 10000 ان جور سور دو تجي لاند غاز باش تمول الاكسجين لان لوبتي فلو يستهلك 60 لتر في دقيقه في استهلاك كبير يستهلك لك الدبوسه في نصف ساعه المزود ما قصش تزويد المستشفى بالاكسجين لا ما قصش احنا ما صارت الناس نمانك دوكسجين وعندنا شكون لاهي بالاكسجين يوميا والبوانت يوميا والشركات معناها قاعدين يزودوا فينا سواء الليكيد ولا الانتكاز وما صارناش بان دوكسجين والحمد لله وهذه حاجه ايجابيه رغم الله راهو الاستهلاك تطور 7-8 مرات برابور العام اللي قبل وهذا استدعى توصية من وزارة الصحة ما عادش صحيح ولكن قال الدكتور ترشيد استهلاك أو إعطاء الأكسجين للمواطنين ترشيد الاستهلاك معناها العناية بالأكسجين العناية بالأكسجين تعطي الأكسجين حسب الانديكاسيون ميديكال لا تزيد لا تنقص
اثنين تتلهى بالدبابس نتاعك وتتلهى بالخزانات نتاعك وما توصلش لمرحله كون ما عندكش اكسجين. وقعد تكليف عون عندنا اطار في الوزاره مدام اكسجين اللي هي الاطار هذه ملاها كان بالاكسجين في البلاد في الجمهوريه الكل. وفي الاداره الجهويه ثم شخص اسمه مسؤول اكسجين، وفي المستشفيات سواء المستشفى المحلي ولا الجامعي في كل مستشفى ثم شكون لاهي بالاكسجين، لانه احنا ما نحبوش. صحيح قال السيد وزير الصحة احنا نستهلكوا 180، وصلنا مرحلة نستهلكوا 180 ألف لتر أكسجين في اليوم. طاقات الشركات نتاعنا 100 ألف، دونك عندنا 80 ألف لتر في اليوم ما ثماش، وهذاك علاش جبنا الأكسجين من الدول المجاورة. لأنه الارتفاع في الموجة الثالثة هذيا تاع الاستهلاك، لأن وقت اللي احنا نكونوا عندنا 1200 سرير اكسجين يولي عندنا 2500 في البلاد، وقت اللي يكون عندنا سيره الانعاش تطلع 4 أو 5 مرات معناها سيره الانعاش انت بدا بالقروان المكان فيها صفر سيره انعاش اليوم فيها 9. لي زوبتي فلو اللي كانوا في السبيطار مش موجودين، اللي هي لوبتي فلو، هي لوبتي فلو هذه للسادة المستمعين هي اخر مرحله قبل استعمال الاله، لانه مالوريزمون اذا كان وصلنا للضخ الالي للاكسجين ضخ الميكانيك، وقت اللي نقولوا فلان حط على الماكينه ميكانيك، وقتها راهو الوضعيه ولات صعبه وصعبه جدا، ويصعب يكونوا بعد الماكينه حالات نادره اللي تحطوا على الماكينه ورجعوا لاباس. تفلو هذه تعطيك مستوى 60 لتر في الدقيقه اللي هي جست قبل الماكينه وبدون معناها ما تدخل حاجه معناها قصبه وتنفس ميكانيك. ما ما كانش عندنا لي سوبتي فلو، راهو ما كانش عندنا في السبيطار كان عندنا دو سوبتي فلو، اليوم عندنا 15. حاجه باهيه. ثم دونك مش تستهلك الاكسجين. الجائحه ربما ضغطت لتحسين بعض الوضعيات، تحسين حتى البنيه التحتيه، تحسين الخدمات، وفرضت ربما واقع جديد. باش نمشيو فاصل موسيقي من خيارات زميلتنا امل ونرجعوا. تحقيقات أهم وأبرز المواضيع تستحق المتابعة. أهم وأبرز المواضيع للمتابعة كل نهار ثلاثة مدي ساعتين متاع العشية على الحياة أفهم. مواصلين في برنامج تحقيقات اليوم على أزمة الأكسجين أو الجدل اللي صار على الأكسجين، أيضا حديث على التغطية الصحية لمرضى الكوفيد والتكفل بهم. يطرح السؤال، هل من الممكن أنه يتم تغطية المصاريف اللي يستهلكها المتردد على المستشفى في مرضى الكوفيد؟ معنا سيد عادل جدلي رئيس المركز الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنا. سيد عادل، ينص الفصل 38 من الدستور التونسي على أحقية كل إنسان في الصحة بما فيها الوقاية والرعاية والعلاج والعلاج المجاني لذوي الدخل المحدود وفاقدي السند. سمعنا سيد وزير الصحة قال إنه كل مريض باش يستحق يعني المستشفى باش ينجم يمشي يعالج في المصحة وإلا في المستشفى العمومي، لكن شفنا الضغط الأكبر كان على المستشفيات العمومية اللي ربما أرهقها التكفل بمرضى الكوفيد. نظرتكم أنتم كصندوق وطني للتأمين على المرض فيما يخص يعني تغطية مرضى الكوفيد، فيما يخص التحاليل، خطر ينجم المستشفى في القطاع العمومي في يعني التحليل والعلاج يتكفل به، لكن اذا كان مواطن مريض باش يلتجئ للقطاع الخاص يظهر لي على حسابه الخاص. مرحبا بك. اول حاجه تحيه طيبه ليك وللاذاعه المولود الجديد هذه الحياه فاء. سعيد جدا باش نكون معكم اليوم. في الموضوع نتاع الكوفيد، الصندوق الوطني للتأمين المعرض هو معني بالامر كيف وكيف الاطر في المنطقه الصحيه كله باش يكون متدخل. التدخل نتاع صندوق وطني تأمين المرض هو في اطار مبدئي موجود، يعني التغطيه الصحيه اللي يوفرها الصندوق للمضمونين الاجتماعيين نتاعه، كيلك سوا المنظومه نتاعه، منظومه عموميه او استرجاع مصاريف او حبيب العائله. دونك يعني احنا كان باش نحكيو على حاله من حالات الكوفيد بصفه اليه تقريبا، نحكيو على حكايه تدخل في اطار استعجالي، ما عادش نحكيو على فهمت حاجه اخرى.
والحالات الاستعجاليه تقريبا. وهكا معنا سي محمد كان يحكي لك توا فهمت تدخل مثلا المستشفى الجامعي بالجزائر كيفاش شنو الحالات اللي دخلوا عنده الكل هكا باش نحكي ولا نسبه كبيره منهم هما مخرطين الصندوق يعني كفل بهم الكنام كلك سواء في النظام الخاص او في النظام العمومي يعني تابعين سان اساس او تابعين سينار بي اس. دونك تواجد الصندوق هو موجود على الساحه ويامن التغطيه الاجتماعيه. الكيفيه طبعا احنا موكله للهيكله الصحيه هذه احنا التغطيه يدخل السبيطار في الحالات الاستعجاليه احنا ديجا فهمت تم تنقيح القانون في البروتوكول الصحي في 2020 حتى الحالات الاستعجاليه كانت بكري سبيطارات ياخذوا يعني كيف يدخل حد منظومه خاصه او منظومه استرجاع مصاريف يقبلوه بيون في الحالات الاستعجاليه هذه توا ونداء طبعا باش الناس كل فهمت تاخذ الفورماسيون هذه في الحالات الاستعجاليه راهو يدخل كيف وكيف المنظومه العموميه منظومه استرجاع مصاريف في الحالات الاستعجاليه يدخل بالتاريف نتاع منظومه عموميه وهذه فيها تسخير يعني فهمت حاجه كبيره خاطر كيف نحكيو على كوفيد اوتوماتيكمون نحكيو على كايرجونت نحكيو على حاله استعجاليه ما نحكيوش على حد فهمت هكا شاكك في روحه باش يمشي ونجم يعمل ديزاناليز ونجم بون نحكيو على حاله استعجاليه اللي هي مشكور سعاد المعلومه للاسف كانت غايبه على برشا مواطنين وما يعرفوش انه راهو يتسمى معناش تكفل به المستشفى العمومي والكنام وترجع له مصاريف ترجع له استعجاليه في صوره يعني حضور حد من المضمونين الاجتماعيين اللي يخصوا الكنام يتطبق عليهم التعريف كيف المنظومه العموميه يعني ثم بارتي صغيره ثم كوتيزاسيون صغيره باش يدفعها المساهمه لاحظ والبقيه كلها على حساب لاحظ جاوكم مواطنين جاوكم ناس يطلبوا استرجاع مصاريف مصابين بكوفيد استرجاع مصاريف في اطار شنو احنا بطبيعتنا في الاسترجاع مصاريف موجود خاطر توا احنا كيف نحكيوا على استرجاع مصاريف في الحالات الحاجات اللي شنو تكفل بها من الصندوق الوطني للتنميه المدنيه مثلا ديزاناليز مثلا مانيش عارف انا سكانر فتح يتعرف توا فهمتوا سي محمد الاختصاص يعني سوبر ميتا يعني فما شكون يلتجئ تو للسكانر لمعرفه هو مصاب ولا واضح الكلام ترجع النفقات اللي يصرفها سواء في العمومي ولا في الخاص ترجع له شنو صرف في اذا كان عمل تحليل على الكورونا بالنسبه للمستشفيات العموميه نصف السبيطارات مهما كانت التكاليف هي يعني اون شارج بريزون شارج بار لكنام في مطلقها في الواحد في البريزون شارج تاع في الخواص شنو كان نحكيو على اقامه في مساحه خاصه هكا للاسف الشديد مازال ما فيهاش حاجه خاطر غير ماهيش مقننة ماهيش ما عندناش لي تعريف سبيسيال يعني فيها اجراءات كبيره برشا ما نجموش ندخل فيها تو طبعا ثم اطر هما الهياكل التحاليل والسكانات اي ثم تو جمله من الاجراءات اللي موجوده جمله من الاجراءات تاخذ برشا الكلام اون شارج واضح نحكيو على الموضوع اخر ديون لهنا في اطار الاسترجاع منظومه الاسترجاع المستشفى ابن الجزار يقول عندي مستحقات لدى الصندوق الوطني للتامين على المرض بعنوان 2020 وصلت 14 مليون دينار لكن توضح لنا الرقم هذايا واليات الاستخلاص والاحتساب هذايا كيفاش يتم هو الاطار هذا للاسف الشديد كيف نحكيو فيه ما نزيدش نحكيو فيه في معزل عن حاجات اخرى يعني ما نجيش نحكيو على فما ديون كوم سي يعني في بطريقه مباشره فما ديون ما بين كنام وبين سبيطار نو ما نجيش نحكيو عليها بمعزل عن حاجات اخرى كيف نحكيو احنا فهمت على صندوق وطني المرض هو صندوق مين يتم تدعيمه من مداخيل معينه بيان ديتيرميني عندنا مساهمات من سان اساس ومساهمات صندوق تقاطعات اجتماعي هاك المضمونين الاجتماعيين بتاعنا اللي هما الكوتوزي يعني الكوتيزاسيون البرسنتاج اللي تقسمها البرسنتاج اللي بتحولها ما عندناش مداخيل اخرى هاك المداخيل بتاعنا مضبوطه بيان ديتيرميني نجمو حتى فهمت نعطوها بالارقام باهي شنو اللي يصير اول حاجه هي محاله نقطه باش نوضحوها وكهو نسبه المساهمين هذوما من سنة اساس وسنة ار بي اس هي تقريبا 3 ملايين مساهم 3 ملايين شخص مساهم في صندوق وطني للتنميه المرض باه اون كونتر بارتي في المقابل شنو عندنا تغطيه اجتماعيه ل 7 ملايين مضمون اجتماعي
يعني انت تشوف انت المعادله هذه ديك ديكلاج من شنو من شنو ديكلاج شنو ديكلاج هو توا انت انا 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 مواطن مساهم كيك سوا نخدم في وظيفه عموميه او في الخاص عندي مساهمه للكنام دونك بصفه اليه عندي الحق باش ندخل معايا صغاري عندي الحق باش ندخل معايا امي وبويا عندي الحق باش ندخل معايا زوجتي عاملين يعني بلافون عاملين بلافون قطع النظر على البلافون انت ثم حاجات اور بلافون يستحق ياخذ اليوم كي تكون كارديو فاسكولير ضفناش ب 20 مليون امراض مزمنه ما نجيش نحكيو على البلافون نحكيو على حاجات اور بلافون دونك المعادله هذه جوست باش نتلقوا منها راهو الكلام ماهيش مؤسسه ربحيه ما لا شك فيه هي مؤسسه تحاول تامن الترقيه الاجتماعيه بون نتعداو تو يعني تحب نعطيك انا مثلا تقريبا شنو تم خلاص المستشفى الجامعي لكن لازم ناخذوها في حاجه اخرى راهو المبالغ اللي موجوده كلك سواء تو المبلغ انت 14 مليار او اكثر او اقل مش هو المبلغ الحقيقي لا 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 مش مش هكذا المعضله اكثر من هكا انت اليوم ديون الاموال لازم تضخ للصندوق الوطني لتامين المرض يعني لازمنا احنا ناخذوها هي تجاوزت ال 5000 مليار 5000 مليار مازالت ما دخلتناش الى العمومي ولا من الخاص من كل مزوج سنه سياسه سيار بي اس احنا مين باش ناخذ فلوس سنه سياسه سيار بي اس يعني انتم بيدكم في وضعيه عندكم مستحقات لدى مؤسسات ادارات ولا مؤسسات خاصه لا هو احنا المورد نتاعنا المداخيل نتاعنا مثلا سياسه سيار بي اس يعني دونك لو فات تدخل الفلوس هذه المورد هذه اوتوماتيكمون نجم نكونوا اجوز مع مصدر الخدمه نتاعنا الاقتطاع ماهوش الي من المرتبات يحول للصناديق هذه وصناديق بعدين تحولنا احنا فهمت اكثر يعني اكثر ديون ما نجيها اكثر اكثر ديون من طبعا من السنه اساس 3000 مليار وشويه والبقيه تبع سينار بي اس دونك يقول القائل يعني هي توا ريتش كفاه تحط توا صندوق صندوق وطني تامين المرض تحط في وضعيه نتاع انه باش يعمل لا بون جيستيون وهو باش يتصرف في مبالغ محدوده باش يحاول يعمل تقسمتها لقسمه الامار هذيك الكل على خاطر ما نجيش نحكي على سبيتال وكاو انا صيادله انا ما خبر تحاليل انا فهمت كيني انا اطباء انا تبارك الله دونك ما دام انت جبت هذوما كنت باش نخلي السؤال هل صحيح انه المؤسسات الخاصه استرجاعها اسهل واقل بيروقراطيه من انك تخلص السبيتال لا لا شوف اجي خلينا نفسر لك حاجه هو التزام الصندوق لهنا هو يحاول يلتزم ب بشنو باتفاقيات توا في اطار مثلا الصيادله ولا الاطباء ولا حاجه حاولنا نكون بيناتنا اتفاقيه اجال معينه اللي بينا نخلصوا هذا واضح يعني تخلص مثال يقولوا يخلصوا مصحه اسرع من انه يخلص السبيتال هل صحيح ولا غلط؟ اجال اتفاقيات يعني في اطار الاتفاقيات شوف السبيتال تربطنا معها بروتوكول الخواص هذوما كيف نحكيو هكا ثم اتفاقيات صايره ما بيناتنا وعلما انه ديما الاتفاقيات مره قبل المره بعد وهكا هي خاطر كي نحكوا الموضوع هذا ما يشملش كان سبيتال فقط يشمل الاطباء يشمل فهمت لي الصياد يشمل المخابر التحاليل يشمل الكيني يشمل الباراميديكال يشمل كلها 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 بو مثلا باش نعطيك انا توا مثلا شنو تم خلاص تم خلاص في اطار اتفاقيه المبرم بين صندوق وطني للتامين على المرض والمؤسسات الصحيه العموميه منها مستشفى الجامعي ابن جزار تم خلاص 9 مليارات و550 مليون لسنة هذه بعنوان 2020 2020 9 مليارات و550 مليون يعني من مجموع قداش؟ هاو باش نعطيك لحظة بشوية باش نجيك أنا باش نعطيك دي تريك أكثر خير من خير من مجموعة باش نعطيك يعني بمعدل شهري تقريبا يتم تنزيل مبلغ شهري يفوق 796 مليون شهريا يعني تقريبا بمعدل 796 مليون شهريا يتم ضخها للسبيتال الجامعي فهمت ابن جزار هذا نحكي لك بمعدل خاطر طبعا لي بيمون نجمو كاكا فهمت تحت باه في هذا بالنسبه للاعمال المربوطه باتفاقيات البروتوكول يعني نحكيو على لو بي اس نحكيو على لاحظ بالنسبه للاعمال او بلافون ما يخص سبيتال لاحظ الاسكانير اي ار ام كارديو فاسكولار تم خلاص مليار و551 مليون بعنوان 2020 يعني بمعدل شهري 129 مليون للسبيتال هذا المبالغ اللي تم خلاصها باه بقات ريال مو موجوده مبالغ ما تمش خلاصها هذه صحيحه ل 14 مليون دينار اجي خليني نفسر لك حاجه هو انا توا للاسف الشديد ما نجيش نخسر لك خاطر عندنا اكثر من تدخل
مع 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 سبيتال عندنا نخدموا مع البياس نخدموا مع توسكي فهمت سوان سبيسيفيك عندنا ايرام سكانر كارديو عندنا معاه فهمت سوان امبيلاتوار ما نجمش نحسب لك يعني تنجم تكون برشا حاجات هو محلا السيد ودي الصحه دكتور كيفاش نجم نتفاعل فيما يخص الديون او مستحقات المستشفى مع الكناب هل هي مستحقات مستشفى من الجزائر فقط ولا حتى المستشفيات المحليه انتم كاداره جويه كيفاش نسقوا مع وعدكم لانه الفلوس هذه في الاخر تهمكم باش تضخوها في العمل والاحتياجات اليوميه باش نقدموا خدمات افضل للمواطنين هكا بالنسبه للمستشفيات المحليه الموضوع لا يطرحوه لان المستشفى المحليه ميزانيتها مختلفه عن المستشفى الجهوي والجامعيه لان ميزانيتها تتقسم الى مداخيل الذاتيه ومنح الدوله دونك بالنسبه للمستشفيات المحليه ما عندهمش تقريبا علاقه مباشره مع الكنام مش حتى اشكال بقينا الاشكال هذا اشكال مع صندوق الوطني للتامين على المرض ماهوش اشكال خاص بولايه قيروان هو اشكال وطني مع كامل المستشفيات وصحيح المبالغ هذه قدمها هذه السبيطار كيش يعيش السبيطار راهو عنده مصاريف قاره منهم خلاص العمل لازم يخلص كل شهر سبيطار يعيش قد يعيش مبالغ هذيا مرسات باش تشري دويات باش تشري لانه صحيح كما قال بريمات للعوان هذول اللي مازالوا ما خلاوش كما قال السيد المدير المبالغ هذيا اقل من الفاكتوراسيون اللي عندنا للكلام احنا عندنا ديون عند الصندوق الوطني للتامين على المرض اكثر برشا من المبالغ هذيا والديون هذه ثم التراكمات جات وهذا مشكل وطني ما هوش مشكل خاص بولاية القيروان ولا مشكل خاص بكلام القيروان هو مشكل وطني والحقيقة بالنسبة للمؤسسات الصحية توا وقت هو الموضوع يطرح عنده فترة توا عنده فترة الموضوع يطرح كونه المؤسسات الصحة توا كلها مديونة هذا هو لانه باش تضطر انت تكون مسال والحال انه انت عندك مستحقات عند جهات اخرى هي حتى ثم مستحقات هي ثم يجي امور ديفيري معناها ما عطاكش تو مش يعطيك من بعد لانه هو بيدو مربوط بسيركوي اخر والفارماسي سنترال مربوطه بالكنام والكنام مربوط بالسي ان اس اس مجموعه من الحلقات هذا يأثر بكثيرا على الرواج وصلنا معناها مراحل احنا وصلنا شركة من شركات الأكسجين بعد لنا تنبيه رسمي كانوا مش يقصوا علينا الأكسجين وصلوا حتى يعني حاجات الكونسومابل يقول لك ما عادش نجم نزود يعني هي يعني. شركة خاصة وتخدم على روحها إذا كان ما تخلصهاش ما عادش عندها باش تدور الواحد نتاعها قاعدين منكبين على الديون راهو بين الإدارة العامة لهيك الاستشفائية وثم معناها اتفاقيات خاصة مع الشركة الوطنية كونوا ثم دي كونترا قاعدين يتصحوا واتفاقيات جدولة الديون سواء مع الصيدلية المركزية إلى حد الآن شوف إلى حد الآن باش نكونوا مازلنا ما وصلناش لمرحلة كونوا ما يزودوناش على خاطر ما خلصناش خاطر احنا قاعدين نخلصوا وكان ب هذايا نجم يجاوبوا عليه أكثر مديرين المستشفيات ولا اللي هي ماجستيون أكثر منه الإدارة الشهوية بقينا راهو المزودين قاعدين ياخذوا ولو بمبالغ مش كبيره ياسر واحنا على كل حال الفتره هذه هي فتره ازمه وازمه كبيره والمصاريف زادت بشكل كبير برشا والاسعار غلات بشكل كبير جدا راهي راهو نعطيكم مثال بسيط جدا راهو باكل ماسك قبل الازمه كان بخمسه دينارات في 50 تو ب 55 دينار وقيس على ذلك راهو كي ناس موبوب تيفلو راهو ساعات مدام شيف سيرفيس دو فارماسي كي تسمع بريسبيراتور جي دون لوب دي فلو تشد راسها لانه الاكسسوار اللي باش تستعمله في اللوب دي فلو هذيك يكون اغلى من غالي دار السيد الوالي كي جاب لنا تروازو بتي فلو فاز وعيطوا واحد فاذن بشراء لي زاكسسوار على المس الجهوي باش تعرف كونو ميم زاكسسوار غاليين على كل حال الوضعية المالية متاع المستشفى ما هيش وضعية خاصة بالجزائر يمكن احنا راهو من اكثر المستشفيات اللي خدينا من الكلام هذا تنجم تحكي معه مع ادارة المستشفى تعطيك معلومات ادق من الادارة الجهوية اتبقينا احنا الموضوع هذايا حارسين عليه وقاعد ثم مشاورات كبيرة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبين صندوق الوطني على المرض ووزارة الصحة
لإيجاد حلول إن شاء الله للمؤسسات نتاعنا، وبالحق يلزمنا حلول جذرية. توا الواقع توا والظروف المعيشة وإحنا كنا نعيشوا معناها الواقع نتاعنا توا ماهوش وقت قرارات وماهوش وقت حلول. إن شاء الله ربي يهز علينا الأزمة هذه ونتجاوزها، وثم بعد تجي الإصلاحات الكبرى إن شاء الله في القطاع. نحاوصوا دكتور معاك في الأكسجين، قولوا الحمد لله مازال يتنفس. في نفس الوقت يا ناس راهو الوضعية ربما البنية التحتية المستشفيات ما تتحملش ضغط أكثر، وربما لهنا لازمنا شوية وعي جماعي بأنه ما نضطروش للمستشفى ونحمي أرواحنا باش ما نقعوش في اشكاليات انه يتوفر الاكسجين ولا ما يتوفرش. يعني اول حاجه نحب نقولها للناس، زارت السيد وزير الصحه وقع وانتم كنتوا حاضرين، سئل وزير الصحه علاش ما حليناش المراكز المحليه في القروان، اشبينا ما حليناش؟ الاجابه كانت واضحه، احنا اضعف ولايه في التسجيل في منظومه ايفاكس، عندنا اقل من 7% من الناس اللي يزمهم يسجلوا فوق 18 عام مسجلين، عندنا 93% ما زلنا ننتظرهم. يلزم الناس الكل تسجل، هذا تلقيح مجاني 100%، هذا تلقيح اثبت الجدوى. الدول توا تشوفوا بعض الدول بدات تحل في الحياه نتاعها، ترجع لحياتها العاديه نتيجة شنو؟ نتيجة تلقيح. الدولة التونسية عندها مجهود كبير باش تجيب أكثر عدد ممكن من الجرعات. المراكز المحلية علاش ما حليناش في المعتمديات؟ لأن عدد التسجيل ضعيف، عدد التسجيل ضعيف وضعيف جدا. إذا كنت تلقى في معتمدية كاملة ثم 1000 مسجلين، خلينا نحل مركز ونحلوا مركز باللوجستيك نتاعو بالعوان نتاعو على 1000 مسجلين. لهذا بالمناسبة هذه ندعيو الناس باش يسجلوا في منظومة إيفاكس باش يتمتعوا بالتلقيح نتاعهم، لأنه ليس هناك سبيل للتمتع بحياة عادية إلا من لقها. هذا واحد. اثنين، في انتظار نكملوا هالتلقيح هذية ونحميه شطر البوبيلاسيون على الأقل، نحاولوا نبعدوا على الاكتظاظ، نغسلوا دينا، نلبسوا الكمامات، نبعدوا الأماكن المغلقة، في انتظار خلينا نتخلصوا من هالوباء هذية. ان شاء الله احنا توا عنا عام ونص، مازال لنا هالست اشهر هذوما، يلزمنا نستحملوا شويه وراهو نحميو رواحنا، لانه بالحق واسالوا واعملوا كان تحبوا اعملوا معناها تحقيق على الناس اللي مرضت بالكوفيد. راهو الكوفيد اني كي احكيوا لي على المضاعفات نتاع التلقيح نقول لهم قارنوا مضاعفات التلقيح بعلامات كوفيد، قارنوا راي الالام اللي فيه الكوفيد والصعوبات. ثم طبيبه عملت كوفيد شفتها في المركز تخدم، قالت لي عندها 5 أشهر والتو مازال عندها الاثار. راهو الكوفيد هذايا مرض ماهوش، مازلنا ما نعرفش حاصرين وما نعرفوش بالضبط. راهو انواع واشكال، ثم 80% ساعه من الشعب يمرض وما تفيقش، ما يفيقش بروحه وما يفيق بحد، وهذا اللي يزيد يعدي اكثر. اثنين، الناس اللي تمرض كل واحد شنو العوارض نتاعو. ثلاثه، ثم ناس بعد جمعة ما يقعد عنده حتى شيء، ثم ناس تقعد عنده العوارض ويقعد عنده ضيق تنفس ويقعد عنده ديكورباتور. كل حالة هي حالة مفردة بنفسها. لهذا نرجع أن نطلب من وسائل الإعلام ومن إذاعتكم بصفة خاصة تشجيع الناس على التشجير على منظومة إيفاكس حتى يتمتعوا بالتلقيح. ودي احنا عواننا رانا جاهزين باش نلقحوا حتى على الجبل في أي نقطة. العوان نتاعنا احنا في تونس أن نعتز به في البرامج الوطنية اللي عملناها في وزارة الصحة وبرنامج تلقيح. أنجح برنامج عنا من عام 60 هو تلقيح، وكل الوليدات ملقحين والناس ما تقرأ في المدارس كان ملقحة، ومورنا في التلقيح عنا العادات والتقاليد والعوان اللي قادرة باش تلقح. راهو مش بالضرورة، وكان سمعت شنتي نهار تلجأ السيد وزير الصح رانا توا نحكيه على مراكز الصحة الأساسية باش نلقحوا فيها، ورانا نتحدثوا على الصيدليات الخاصه مش نلقحوا فيها والفرق المتنقله. لهذا احنا التلقيح راهو سجلوا، وهذا اختيار من وزاره الصحه. بعد كملت، هذا اختيار من وزاره الصحه كونه ما يلقح حتى حد مش مسجل على منظومه ايفاكس مهما كان اسمه هو على شانه.
أنا ما لقحت في شخصي بدي رجاوي الصحة السيد الوزير ما لقح كم جهة سميس. شكرا سي مشكور. وقص نقص هالك سي عادل، ثم حاجه ممكن نختموا به؟ ممكن اكيد انتم تدعوا للتحسيس المواطنين للوقايه والتلقيح، لكن ما شفناش الحقيقه ومضات مثال من صندوق الكنام يقول المواطنين لقحوا ولا احميوا ارواحكم، ولا ثم استراتيجيه تحتاج انه تم تفعلوها ربما في الايام القادمه؟ شوف، هي استراتيجيه هكا طبعا هي تقريبا خذتها وزاره الصحه على عاتق حكايه الحمله التحسيسيه. احنا طبقنا القرارات اللي جت بها وزاره الصحه، يعني دوك احنا في العادي احنا صار تطبيق للاجراءات اللي تمدتنا بها وزاره الصحه، كيك سواء على مستوى عمل او سواء فهمت النظام عن طريق فرق، نحاولوا نقصوا شويه من توافد المضمون الاجتماعيين، عملنا صنادق البرة وصنادق فهمت في نص الطريق، وشويه جال وشويه هكا، ونحاولوا شويه هكا، اكثر من هكا ندعوا ان شاء الله ربي يهز علينا الافه هذه. ما شاء الله الشعب التونسي والشعب الكل كل فهمت بخير ان شاء الله وربي يرحمه ان شاء الله. خلاصة حديثك وقلت ناس نسالوهم مازالوا ما خلصوناش، وناس يسالونا نحبوا نخلصوهم، كيفاش نجم تتم بعجلك؟ باش تتم توا فما الحكايه هذه هي في اطار الالتزام. يعني يقول القائل كان احنا نحبوا نمشيو اكثر من هكا ونكونوا اجور مع سبيترات ومع لي فارماسيان ومع لي ميدسان ومع المخابر التحاليل ومخابر، فما اون كونت بارتي حاجه اخرى. يعني انت ما تجيش تصور انت شنو باش يصير، تجي فما فان تسكرها، يعني ما عادش عندك وانت الماء فما تكا، لازم يكون فما ايكيليبر، فما نفس المدخول الموطور باش يدخل لك انت باش تخرجه. كي يكون احنا دخول المبالغ الماليه نتاعنا اللي هي نستناو فيها احنا هذه حكيت لك على ماهوش مبلغ شويه، راه 5000 مليار. كيف تدخل انت للصندوق اوتوماتيكمون غدوه انا باش نجم نكون اجور مع سبيتاراتي، اجور مع الفارماسي سنترال، اجور مع لي ميدسان، اجور مع الفارماسي هكا. يعني الاشكال اكثر واعم من انه نحكيو عليه في اطار كيما حكى لك توسيم هو على الصعيد الوطني. احنا جينا يعني فما اجراءات اخرى جينا في بالنا، قلنا السبيتار مستحق الفلوس هذيا باش يحسن من الخدمات، لقينا الكنام هي هو في حد ذاته في ازمه فهمت، ولازم فهمت تدخل له فلوس وهي هذا. مشكور، ان شاء الله ان شاء الله نتابعوه الموضوع هذا. في حكيت لك ريالمون مش الحكايه اعمق من هكا، اعمق من الحكايه هذه. هذا هو مستمعي الحياة فهم، هذه نقطة نهاية، ان شاء الله ما تكونش نهاية، ربما ان شاء الله تكون نهاية سعيدة، ونحاولوا نتابعوه الملف هذايا معك خاصة سي عادل في ما يخص الاشكال هذه تاع ديون الكنام، ان شاء الله يكون موضوع ملف قادم. حبيت نشكر زميلي محمد قدح في ديجيتال وأمل بارز في الإخراج التقني، ومشكورين ضيوفنا سيد محمد رويس المدير الجهوي للصحة بالقيروان، والسيد عادل جدلي رئيس المركز الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض، مشكورين على قبول الدعوة. تحقيقات أهم وأبرز المواضيع تستحق المتابعة. أهم وأبرز المواضيع للمتابعة كل نهار ثلاثة مدي ساعتين متاع العشية على الحياة FM.